أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات الأربعاء الموافق 24 مايو 24 أيار 2023. توقعات العشرية الأولى، هتلاقي النهاردة كتير من الاهتمام في الشغل، روح الفريق ملحوظة جدا النهاردة، كل ما بتشتغل في فريق هيبقى قدامك سهل انك تحس براحتك، هتقوم بانك تشتغل بشكل غير عادي مع كل اصحابك، حتى لو حبيت تعمل حفلة انت النهاردة في حالة مزاجية كويسة جدا، هتتحمل اي حاجة لكن ما ترهقش نفسك عشان ما تعرضش صحتك للخطر في الفترة اللي جاية. هتبدو قدامك كل الاشخاص اللي حواليك كأشخاص متعصبين، حاول تكبح نفسك شوية وتتقبل اراء وسلوك الاشخاص اللي حواليك علشان ما تغضبش بسهولة، حتى لو قام الاشخاص اللي حواليك باغلاط في اثارة زايدة ممكن تبقى ضر بصحتك في كل الاحوال. انت وذاتك النهاردة بحاجة انك تلاقي تعاطف وتقدير وتخلي كل ضغوط الحياة ورا ظهرك. الراحة النهاردة بترجع شحن مخزونك من الطاقة بشكل قوي. الاشخاص في محيط شغلك بيتعاملوا بايجابيه خاصه معاك، هتبقى بتنتفع من الفتره دي عشان تواجه مشاكل صعبه كتير مع فريقك بالشغل، وبالتالي هتتقرب اكتر من هدفك. هتساعدك الديناميكيه اللي عندك اللي بتنمو ما بين الفريق عشان تعرف تقف بصلابه قدام اصعب التحديات اللي بتبقى بتواجهك. توقعات العشريه التانيه، روح الفريق اللي انت بتتمتع بيها واضحه جدا في اليوم ده، لانك هتوضع احتياجاتك كلها بشكل اولي وده بيلاحظه كل زملائك، حتى لو استمريت فيه هيعتبروك القوة الدافعة ليهم وهتعتني بأسرتك أكتر وأكتر. الوقت النهاردة مناسب عشان تحل نزاعات كتير، هتبقى بتسهل عليك انك تبتدي في كل ده، وهيكون عندك اتصال خاص بأسرتك مفيد جدا لصحتك. كل الوصفات المنزلية والأمان الأسري من الأمور المفيدة لما تبقى تعبان. النهاردة هتبقى انت جاهز علشان تعتقد كل الاشخاص كل العالم اللي حواليك بيدور حولك، كل الاشخاص اللي حواليك بيشوفوا الامور بطريقة مختلفة، فما تتعجبش لو كنت بتصاب بخيبة امل. حاول تخفض توقعاتك يوم عن يوم وتفكر في احتياجات الاشخاص اللي حواليك عشان ما تخلقش اعداء ليك بسبب السلوك الاناني اللي عندك. هيتحاشاك اصدقائك واسرتك في انك تتعامل معاهم بشكل ملحوظ، هتبتدي تخلق انانيه واضحه بسبب المشكلات اللي بتبقى بتاثر عليك على المدى الطويل. هتخصص الفتره الجايه عشان تعرف تعيد اتصالك بافراد اسرتك، انغماسك ومشاركتك في حوارات مع افراد الاسره هيديلك استحسان وترحاب حار جدا من قبلهم. لو كان في اي خلافات عائليه ما اتحلتش هتبقى الفتره الجايه مناسبه عشان تحلوها. بالنسبه لتوقعات العشريه الثالثه، مهاراتك التنظيميه مطلوبه جدا في الشغل، ممكن تجمع افكار زملائك وبالتالي هتتفوق اكتر، هيكون لكل ده تاثر ايجابي على ثقتك في نفسك، هيلاحظك كل اصحابك هيلاقوا النزعه المتناغمه اللي فيك، هتبقى قادر عشان تجمع شخصيات مختلفه مع بعض. انت شخص بتحس بحالة كويسة، هتبقى مهتم بصحة اشخاص حواليك، ما تنساش بس انك تشتغل علشان تغير عاداتك الحياتية اللي مش حلوة. انت مغرور ومنغمس في نفسك لكن لازم تتساهل شوية مع نفسك في الشغل، بناء عليه هيشوفك كل زملائك ورؤسائك كأنك شخص متطلب وممكن تبقى وقح في بعض الاحيان. حاول تحافظ على التوازن المطلوب وتفكر في كل طلباتك وما تاخدش النقد الموجه لسلوكك بس، بمحمل دايما شخصي في مقارنة مع أصدقائك. انت هتبقى بتنتبه لتفاهات مش ضرورية في يومك ده ممكن يخليك مش محبوب بالنسبة للأشخاص اللي حواليك، اهدى شوية وما تاخدش الأمور دايما على محمل الجد. هتبقى كل صداقاتك عميقة وهتسترجع مع كل أصحابك أحداث وذكريات ماضية مش هتقرف تنساها. في وسط المجموعات اللي انت بتنتمي ليها بالأخص هتتشابك سلسلة إجراءات جماعية حيوية إيجابية هتقودك بسرعة كبيرة جدا لهدفك، هتتقابل مع كل فرد على ما هو عليه وتخلي الطاقة تسري.